إسرائيل عليه السلام هو واحد من أكرم وأفضل رسل الله عليهم السلام جميعا. جمع من الخصال الحميدة ما لم يتسنى لأحد أن يجمعه، وكان مؤيدا برجاحة العقل وقوة المنطق، حتى قبل أن يستدل على الله عز وجل، ولعل عقله هو الذي أرشده إلى أن للكون ربا واحدا. مر وقت على إبراهيم الخليل عليه السلام كان فيه أمة بحالها، فلم يكن هناك مؤمن موحد على الأرض غيره، فحتى بعد إيمان الناس معه كان هو بإيمانه وميزاته وصفاته يعادلهم جميعا. فهو كيفما نظرنا إليه لم يكن شخصية بسيطة يستهان بها، وكان لما تميز به إبراهيم الخليل عليه السلام ولما مر به من أحداث جسيمة صعبة، لو مر بربعها إنسان عادي لما تحمل ولو جزءا بسيطا كما تحمل هذا الرجل العظيم والرسول الكريم. فقد حباه الله تعالى بميزات ميزته عن غيره. فبعد وفاته وانقضاء أجله ولحاقه بالرفيق الأعلى، كانت كل الرسالات السماوية اللاحقة من نسله الطاهر، فكل من أتى بعده من الأنبياء هم من سلالته. لهذا السبب تسمى الديانات اللاحقة لفترة إبراهيم كاليهودية والمسيحية والإسلامية بالديانات الإبراهيمية التوحيدية، لأنها توحد الله تعالى وتجله وتعظمه، كما كان الجد الأعظم خليل الرحمن يوحده ويجله. فقد تقاطع جميع الديانات والتقت على حب وتبجيل هذه الشخصية الكريمة. صحف إبراهيم عليه السلام. الصحف اسم جمع والمفرد منه صحيفة، وتطلق أيضا على الكلام الذي في الصحيفة، تدل على شيء المبسوط من الجلد أو من الورق أو من أي شيء آخر يستخدم للكتابة عليه. أما صحف إبراهيم عليه السلام فهي ما أنزله الله تعالى على نبيه إبراهيم، أطلق عليها اسم الصحف. وقد ذكرها ربنا عز وجل في القرآن الكريم في عدة مواضع، حيث قال سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، إلى آخر السورة. وفي سورة الأعلى حيث قال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. روى الصحابي واثلة ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. رواه أحمد في المسند وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن محتوى هذه الصحف فقد ورد حديث صححه الحاكم وابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحف إبراهيم، قلت: يا رسول الله، ما كانت صحيفة إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها، أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا إلا لثلاثة: تزود لمعادة، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم.
وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قلت: يا رسول الله، فما كان صحف موسى؟ قال: كانت عبرا كلها. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، وعجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل. والحديث رواه ابن حبان وغيره. وقد ورد في بعض الأحاديث الضعيفة وبعض الآثار عن التابعين منقولات عن صحف إبراهيم عليه السلام، يغلب على الظن أنها منقولة عن كتب بني إسرائيل. يقول داود بن هلال النصيبي: مكتوب في صحف إبراهيم عليه السلام: يا دنيا، ما أهونك على الأبرار الذين تصنعت لهم وتزينت لهم، إني قد قذفت في قلوبهم بغضك والصدود عنك، ما خلقت خلقا أهون علي منك، كل شأنك صغير، وإلى الفناء تصيرين، قضيت عليك يوم خلقت الخلق ألا تدومي لأحد ولا يدوم لك أحد، وإن بخل بك صاحبك وشح عليك، طوبى للأبرار الذين أطلعوني من قلوبهم على الرضا، وأطلعوني من ضميرهم على الصدق والاستقامة، طوبى لهم، ما لهم عندي من الجزاء إذا وفدوا إلي من قبورهم إلا النور يسعى أمامهم، والملائكة حافون بهم حتى أبلغ بهم ما يرجون من رحمتي. والواجب علينا إنما هو الإيمان المجمل بهذه الصحف التي أنزلها الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام، والإيمان بما صح عندنا من طريق الوحي الصادق بما كان فيها من العبر والمواعظ وما سوى ذلك من تفاصيل ما كان فيها، فلم نكلف بمعرفته ولا طريق لنا إلى العلم بخبره والوقوف على تفصيله، فتطلب ذلك هو من التكلف لأمر لا نتثبته ولا حاجة بنا إليه في شريعتنا، وقد أكمل الله لنا الدين ورضي لنا الإسلام دينا. ولا خبر عندنا من وحي ببقاء صحف إبراهيم عليه السلام، ولا أن علمها بلغ أحدا من أهل الإسلام على وجه تثبته به النسبة وتنقل به الأخبار، والظاهر أن علمها قد تناسخ من قديم وفقدت من أيدي الناس، بل هذا شأن كتب بني إسرائيل التوراة والإنجيل، لم يبق شيء يوثق به مما في أيديهم إلا ما صدقه الشرع المطهر، وما سوى ذلك فغايته ألا نصدقه ولا نكذبها. وإذا كان هذا شأن كتب بني إسرائيل مع عظم الأمم التي تعظمه وتعنى بشأنه وتحتاج إليه، فأولى أن يكون ذلك شأن صحف إبراهيم عليه السلام، وأحسن أحوال ما يوجد في أيدي الناس من ذلك مما ينسب إلى صحف إبراهيم عليه السلام أن يكون كصحف بني إسرائيل وكتبهم، فلا نصدقه ولا نكذبها. للمزيد من هذه الفيديو